السلطانة اللي هي لطيفة رافت تجربة زاخرة بعديد الأعمال الفنية التي أكسبتها الشهرة على نطاق واسع، غنت اللون المغربي فنجحت، غنت الطربيات فأبدعت، غنت اللون الخليجي فأقنعت، غنت اللون الشرقي فألهمت، كذلك غنت الراي، غنت الليبي، تونسي، الجزائري، وكل هذايا طبعا زادها إشعاع وتألق. السلطانة كما لقبها جمهورها هي اللي لمعانا في لمع الأف أم. لطيفة مساء النور. مساء الخير ومساء الخير لكل أحبائنا في تونس، ونتمنى إن شاء الله أن الكل جمهور لطيفة رأفت. بالعكس أنا بالنسبة لي من نكون السلطانة على قلوبهم أكثر، كيف ما كيحبوني أنا كنحبهم، ونتمنى تكون هذه الليلة إن شاء الله خير، بالأخص أن المغرب كيعرف اليوم أمطار زاخرة الحمد لله. الحمد لله يا رب، تكون علينا وعليكم إن شاء الله بأمن وأمان، ونجي لتونس ونشوفها في سلام وأمن كما عرفناها إن شاء الله بحول الله بإذن الله. عام 2013 كان مبروك برشا على لطيفة رأفت، حفلات داخل المغرب وخارجه، كنت في لقاء مع جمهورك نهار 22 فيفري ضمن حفلة خيرية لذوي الاحتياجات الخاصة بالرباط، كذلك عمل آخر خيري لصالح أمهات ضحايا العنف في يوم الأحد الفارط. تفاجأتي طبعا بتكريم الأمهات ليك في الحفل هذايا. الحمد لله، ما شاء الله عليكم، 70 أحداث يا أي طبعا، أول في أول الأخبار الكل. لا فهو كل اللي كان هو أنه كيف ما قلت في الأول، كيف ما كيحبوني الناس لازم يعني مقابل هذا الحب، مقابل هذا الحب هو أنه نكون معهم في كيف ما نقول أنا في نقوله جميعا في المغرب العربي، في الحزة وفي الشدة وفي الفرح وفي الحزن. فأنا حاولت أنه طبعا في كل سنة كان أعمل بعض الحفلات الخيرية البينيفول لصالح أي جمعية من الجمعيات، فكنت من أنهم كن على الأقل حاولت نقص من همومهم، وحاولت في نفس الوقت يكون يعني وجودي في الحفلات لو تمار باش يمكن أنه يساعدهم في الأعمال الاجتماعية ديالهم. طبعا نعم عندك تعم كل العالم العربي وتعم المغرب العربي يعني ككل. نعم عندك الجانب الإنساني طاغي عليك برشا برشا، معناها واضح هذا على لطيفة برشا برشا. أظن بالنسبة لإخواننا في تونس، أولا كنوجه لهم كما قلت لك تحية كبيرة جدا، وأنا كنت جد سعيدة أنني اخترت كفنانة عربية، أول فنانة عربية تحط الرحال في أيام الثورة التونسية، لأنه طبعا أول فنانة، هذه نذكرها المعلومة، أول فنانة عربية تعمل حفلة مباشرة بعد الثورة التونسية. لا أنا ما كنتش نحب أنه توقف هذاك الجو الفني الثقافي الكبير اللي تعود عليه العالم العربي في مهرجان قرطاج، يعني منه ثانيا مهرجان قرطاج أو هذاك الركح الجميل أو تونس بالأخص لها فضل كبير بالنسبة للطيفة رأفت، بالنسبة للقبي كسفيرة الأغنية المغاربية، لأن منذ البداية في سنة 86 وأنا بديت 85 يعني كان أول مهرجان ديالي قبل جرس، قبل الأردن، قبل عدة مهرجانات كان مهرجان قرطاج، واحتضنني الجمهور التونسي احتضان كبير، وهناك أعطاني الأستاذ الكبير أحمد حمزة شهلولة. فبالنسبة لي ما كانش يمكن لي أنه ما نحضرش، ولو أنها كانت أزمة، ولو أنه كان دموع وكان حزن، فحاولت نشارك للإخوان التونسيين والأمهات كذلك التونسيات، اللي طبعا كان هناك شهداء اللي نتمنى لهم إن شاء الله رياض من رياض الجنة، فما كنتش يمكن لي نقول لا، فالموت واحدة، وكنت ضروري خصني نكون حاضرة معكم، ونتمنى أنني نحضر إن شاء الله في مهرجان قرطاج وتونس أمن وسلام إن شاء الله بحول الله بإذن الله. هذه طبعا المحطة في تونس، مواعيدك الجاية، عندك موعد في بلجيكا، عندك في كندا، وين أيضا؟ والله الحمد لله بالنسبة للمسار الخيري الآن غادي في جولة تقريبا أوروبية أكثر، لأن هناك بعض الأطباء المغاربيين ماشي فقط فيهم، حتى الإخوان والأخوات والتونسيين والجزائريين والليبيين وحتى بعض المصريين اللي حبوا يعملوا بعض العمليات في المغرب العربي. نعم. وكنحاولوا نعملوا جمع يعني جمع إمكانيات لمن المعدات الطبية لمن الأدوية لمن، لأنها جولة غتكون بالأخص عمليات الأخص العيون مسائل باطنية، فيعني ما ترددش أنني يكون عندي الجولة باش نحاول نجمعه ماديا أكثر، يعني يكون بالأخص يقولوا أنا عندي حضور بالنسبة للجالية المغاربية خارج الوطن، فإذا كنت غادي نكون ثمرة يعني مهمة فلما لا.
نعم جيد جدا. فما أيضا تعليق اللي توصل عن طريق الفيسبوك، ما شاء الله المستمعين اللي متواصلين معنا واللي يحبوا طبعا لطيفة رأفت، فما اللي يلوموا علينا علاش ما نقروش الكومنتارات، به نقروهم بطبيعة محبوبة. تحية للفنانة الكبيرة لطيفة رأفت اللي عندها صوت روعة وحضور ركحي رائع وكل أغانيها روعة، وخاصة أغنيتها على الأم نهديها لأختها بمناسبة ولادتها المولودة الجديد عمار، ربي عيشولة عمره 4 أيام. شكرا يا محبوبة، شكرا. أيضا تعليق الموالي عادل، أهلا بالسلطانة، أهلا بملكة وسيدة الطرب والغناء المغربي وسفيرة الأغنية المغربية السيدة العظيمة لطيفة رأفت. سيدتي لو حطوك في جبل عالي ولا في الثلث الخالي لازم نسمعوك ونتبعوك يا ملكتنا وشمسنا اللي تشرق في كل مكان وفي كل وقت ليلا ونهارا، أنت الشمس التي لا تغيب. شكرا يا عادل. شكرا عادل، شكرا شكرا, شكرا. أيضا شكرا. لم أرى في طيلة مشوار الفن والفنانين أعظم من هذه الفنانة التي تعشق بلادها لدرجة الجنون ولم تتأثر بالشهرة والأضواء والمال كما فعل غيرها من البعض من فنانو وفنانات العالم العربي. عادل ما شاء الله أنت متابع أخبارها أول بأول، شكرا. بقية إن شاء الله باش نجيهم تبعا. خلينا باش ناخذوا أيضا بعض المعلومات، لأنه أنتم ما تعرفوا لطيفة رأفت الفنانة، تعرفوا أغنيتها، تسمعوهم، تحبوا أغنيتها طبعا، لكن لطيفة رأفت الفنانة هذية إنسانة طبعا تحب برشا الطبخ، عندها زادة في دارها بعد إذنك باش ندخلوا دارك نحكي لهم، عندها في دارها كل باب ريتوه البيبان الديار معناها الشامبر هذوما، كل باب من اللوح معناها من الخشب طبعا منقوش عليه غنية من غنيتها، راهي غنية كاملة منقوشة على كل باب متاع دارها، منقوشة على العود. هل النقشة هذية طبعا لطيفة هل هو تفرد لأنه ما عملها ولا فنان في العالم الحكاية هذية، أم أنك تخافي تنسي غنيتك ممكن؟ اولا انا يريد نقدر نكتب على كل باب هذا الحب اللي كيكتبوه الاخوان عليا في الفيسبوك، وانا كنطلع عليهم بكل صدق. انا كنسمع الكلمات اللي كيقول الاخ عادل، شكرا عادل، انا كنشكرك بزاف وكنشكر كل الاخوان وكنقول مبروك المولود الجديد اللي سمعت قبل عادل. ويا ريت نكتب هذا المحبه هذه في الابواب. فطبعا لا أبدا، هذا من عشقي الأغانية، لأنه بصراحة لو كنت تابعته أو لو اللي شاف مسار الأستاذ فتح الله المغاري وتكلمنا على الكلمات الجميلة اللي تغنات في مساري الفني، فبكل صدق أنه أغاني كانت جميلة جدا، والحمد لله لهجتنا، وهذا تعبير على أنه لهجتي أو اللهجة المغربية ديالنا لهجة جميلة جدا، وحبيت أنها تبقى حتى لو راح لطيفة عنكم ستبقى. لا لا إن شاء الله تبقي، وربي إن شاء الله ربي يطول عمرك إن شاء الله وتبقي ديما، وأنا جمهوري كله وتوج عمر مجتمعين إن شاء الله. الله يخليك، ويريدكم تشوفوا النقشة على الباب كيفاش، معنا على البيبي راي نقشة حلوة حلوة. نبقى نصور هذا ونحطها في الفيسبوك إن شاء الله. إن شاء الله، الله يخليك. خلينا نمشيوا أيضا للحاجة أخرى، طبعا ميزة طبعا ميزتها صوتها، لكن صوتها بحكم إنها فنانة عندها ميزة أخرى، ميزة الأناقة، لأنه هي بالنسبة طبعا لللباس المعروف انك انت اللي تعطي التصاميم الاكبر المصممين في المغرب، وهذه طبعا خليك تكوني اكثر واحدة تمتازي بالأناقة في كل حضور، سواء في المغرب مشيتي لبنان، مشيتي أيضا العديد الحفلات. نزيد زاد حاجة أخرى، في حفل ليلة رأس السنة كانت إطلالتك مميزة، لبستي فيها زوز لبسات كانوا غير عاديين طبعا، لبسات هذوما ليلة رأس العام حتى المذيعين وبعدها زاد حكوا عليهم برشا. هل التفرد هذايا طبعا باللبس لان هي في الطابع المغربي وايضا الوقفه مع وقفه زاده مميزه على الركح تعطيك طبعا اشعاع كبير لدى الجمهور؟ شوف نقول لك بالنسبه
الظهور يعني. فأكيد أنا كل ما كيحبني الجمهور كل ما كان نحب أنني نكون جميلة في وجهه، سواء في الأداء، سواء في يعني في الشكل، سواء في الإنتاج اللي كان عطيني. أنا كنتمنى أنه إنتاجي الفني يكون في الأولويات قبل يعني الظهور، إنما كيبقى دائما أنا كنقول أنه الفنان بالأخص المغني صوت وصورة، يعني لازم يكون حتى هذاك الخشبة اللي كيكون واقف عليها لازم يكون لها احترام، وهو احترام أول الجمهور حتى احترام الفرقة بالأخص، معروفة أنا باللايف ومعروفة بجمهوري اللي هو دائما موجود. فكنحب أنني نكون في المستوى ديال الحب لهم. بالنسبة لي أنا القفطان المغربي فالكل كيعرفني أني ممكن ليش نغيره أكيد، لأنه أولا كيمتاز بالأصالة، ثانيا هو مغربيت يعني. من كتطلع لتفرق فات مجرد كتشوف لباس القفطان المغربي بدون لطيف رأفت، من غير لطيف رأفت، يعني أي فنانة لبست قفطان مغربي وطلعت كتعرفها بأنها مغربية. طبعا إذا غنت مغربي، هناك بعض الفنانات من العرب اللي جاوا المغرب ولبسوا قفطان مغربي، إنما أنا بالنسبة لي كيبقى القفطان المغربي شيء جميل وكنحبه. نعم جيد. قضية التصاميم أنا غادي دائما تنقولها هو أنه أنا مش كمشيش مع الموضة، يعني ماشي لأن الموضة هاد السنة القماش الفلاني والصنعة الفلانية وكذا وكذا وكذا، لا كنلبس الأشياء اللي كتواتيني في الوقت اللي أنا لو كنت تخينة كنعرفش نلبس، لو كنت رفيعة كنعرفش نلبس. هذا حب الجمهور اللي كيشوفوني جميلة، فكنشكرهم وكنشكر الله سبحانه وتعالى على هاد الميزة. نعم، وفما حاجة أخرى زادة ميزة لطيفة في جمالها ومحافظتها على جمالها، راهي ترقد برشا. ناكد لكم داكشي علاش عملت اللقاء في الليل ماشي الصباح. لكن هذه ماشي ميزه، ما تخليش كل النساء يسمعوا انه ميزه الجمال هو النوم، بعد كل النساء اخلاص يطلقوا احسن لهم لا يفيقوا. فضحتوني بعد النوم، فضحتوني. الليله طبعا حديث الصراحه، طبعا حديث الجرأة صحيح، واكيد حديث الجديه، لانه طبعا علاقه ود تجمعنا بلطيف، ونعرف انه علاقتك مع تونس ومع جمهورك في تونس علاقه وطيده جدا. خلنا نرجع لك شوية للتعليق أيضا. هذه أسمى العرف لطيفة، أنت صوت روعة وشخصيتك قوية، بربي سمعينا حاجة ليبية، نعرفك أنك غنيت الليبي. صحيح غنت الليبي، غنت الجزائري، التونسي، غنت اللبناني، غنت برشا، غنت الشرقي طبعا، طربيات أبدعت فيها طربيات. سمعت والو الغنية الأولى هذيك بصراحة مميزة، أنا عجبتني برشا من ضمن غنياتها الكل، عجبتني الأستاذ نعمان الحلو، يعني فنان نعمان الحلو طبعا معروف، وهو بغينا نعطيو الأغنية المغربية المغاربية عامة نكهة أخرى، أنا ممكن تغني اللهجة المغاربية بإيقاعات غير المغاربية، يعني غير التونسية والجزائرية والليبية والمغربية، عملنا لها إيقاع لبناني وتسجلت لبنان وكان لها صدى طيب جدا، يعني الحمد لله كانت قطعة جميلة جدا. نعم، نشوفوا طبعا مهندس الصوت أحسن لمحمدي شنو باش يسمعنا من عنده، طبعا من أغاني لطيفة رافت، وباش نواصلوا حديثنا، مازال متواصل حديثنا، مازالوا اكتبوا الكومنتريات تعليق لطيفة معاكم الليلة وتدلل عليكم، وانتو مازادة تدلوا عليها معنا على الهواء مباشرة في لما على الاف ام. أنا وما عاند زهر يا وعدي، ما عاند زهر وما عاند زهر يا ربي، ما عندي زهر، إن شاء الله يكون عندكم زهر. طبعا نرجع للطيفة رافت الليلة السلطانة، الأغنية هذه قداش عندها تقريبا لطيفة؟ أغنية هذه تنجزت هذه 10 سنين في الجزائر، كنت أنا والأخت فلا والأخ بالقاسم زيتوت اللي هو كاتب الكلمات، فكنا جلسين من بعد الحفل اللي كان في تيم قاد وجلسنا مع بعض، كل كيعرف بان الاخت فله كتلحن ولحنها مع بعض، لحنتها وبدينا نغنيوها مع بعض ونسيناها، يعني بصراحه تنسات الى حتى اخر في 2012 قمت بتسجيلها وكان الحمد لله لها هي صدى طيب. جيد طيب، نعرف لحن الاخت فله والكلمات سي بالقاسم زيتوت. نعم. كانت هي واغنيه ثانيه غيرها، يعني ثلاثه الاغاني، ما عندي زهر ويا ريت ترجع لي
وأغنية ثانية ثالثة اللي هي شكل ثاني بالنسبة للطيف رأفت وأغنية على الري. طبعا أنا نعرف أنه فلة معناها مقربة جدا، نعرف أيضا الزهوانية مقربة جدا ليك، نعرف أيضا فما فنانة مغربية تغني اللون، فنانة مغربية اللي تغني احنا نقوله بالبربري معناها عائشة تشنويت. أي أي أي, أي. يعني جبت لي صديقات. أي طبعا هذوما طبعا عندي بالنسبة للفنانات في المغرب العربي بالأخص تونس والجزائر، فعندنا صديقات، عندي صديقات وأصدقاء، صابر رباعي صديق وأخ، شاب خالد كذلك، الأخت نجاة عطية اللي نتمنى أنها ترجع لفنها لأنه صوت جميل جدا. هي رجعت نجاة، ولكن بالنسبة للجزائر طبعا كل فنانات مع بعض لأنك يكون عندي حضور كثيف بالنسبة للجزائر، وكذلك الرحمة والمغفرة للفنانة القديرة الكبيرة عليا اللي ما نساش أبدا زيارتها لي آخر زيارة المغرب، وكنت في ذاك الوقت شوية تعبانة في المستشفى، وكانت أول زيارة لي، جات المغرب تسأل عليا وقال لها راها مريضة في المستشفى وجات زارتني، ومن بعدها ما شفتهاش إلا سمعت أنها توفات. فعندنا تبارك الله الأصوات جميلة جدا في المغرب العربي، والتوافق بيننا كفنانين وكفنانات الحمد لله موجود. الحمد لله. الحاجة المميزة فيك طبعا علاقتك الطيبة مع باقي الفنانين، فما لو تغنينا شهلولة فأنت شهلولة وحلوة وقتالة يا لطيفة، قدمت متألقة وربي وفقك في مشوارك الفني الرائع. محبوبة شكرا لك محبوبة على الكومنتارات. ألفة أيضا محليك يا لطيفة ومحلى صوتك، شكرا يا ألفة. فما أيضا الأسئلة عادل، بماذا تذكرك عبارة الله لا يوريني فيك شر يا لطيفة، من قالها لك؟ الحسن الثاني، الله يرحم الحسن الثاني. طبعا هذه كنت مريضة وبعد من شافني قال لي الله لا يوريني فيك شر، هذه معروفة يعني. فالله يرحم الملك الحسن الثاني، الله يجعلنا البركة في محمد السادس إن شاء الله طول عمره يا رب. ثم أيضا اللي يخوضوا برشا أيضا حتى في المسائل ممكن العائلية، عادل سيدتي أنت وقفتي نصفين فأعطيتي نصفا للأحساس ونصف آخر للأغنية المغربية، أنت من اجتهدتي وجلستي في مقعد الأغنية المغربية العصرية. واضح يا عادل. عنده سؤال آخر، لماذا ترجعت عن الاعتزال بعدما قررت ذلك سنة 2008 إثر طبعا حاجة الله يرحمه طبعا وفاة أخوك جواد، الله يرحمه برحمته يرحم جميع المسلمين. فطبعا أولا بالنسبة للاعتزال يعني كان كل مرة كيكون، لأن الفنان إنسان قبل أن يكون فنان، فكيمر بظروف سواء صحية سواء اجتماعية سواء حتى فنية، يعني حتى لو قل الإنتاج فكيكون عنده واحد يأس. بالنسبة لكلمة الاعتزال، أي فنان كيف ما قلت لك أو أي عنده وقت محدد أنه غيكون اعتزال، بالنسبة لي أنا كنقول هناك اعتزال أكيد غادي يكون، لأن العمر كيمر الوقت كيفوت، أنا كنفضل أن نتوقف الوقت اللي نشوف نفسي أنني جمهوري ما بقاش يشوف لطيفة اللي كيشوفها كصوت وصورة، باش انا غادي نتكلم انه نهار اللي غادي نحتاج عمليه تجميل غادي نوقف غنعتاد انا من احسن. طبعا ايام اشياء مرت عليا، موت الاخ، موت الوالد طبعا الله يرحمه، ظروف صحيه، فكنت كنفضل انني بالاخص اذا طالت الغيبه عام او عامين فهو كما كيتسمى التوقف كيولي اعتزال سنتين. او طبعا الحزن كان عميق جدا بالنسبه للمول وفاة الاخ الله يرحمه جواد رحمه الله، كان مقرب طبعا ليك برشا، طبعا هذا اي اخ اكيد غيكون مقرب. فما كنتش بكل صدق كنت كنظن نفسي انني غادي نرجع نغني، ولكن مره من الايام اللي ان مرت تقريبا شي 8 شهور او تقريبا او 9 شهور، كانت النكبة اللي كنا شفنا في غزة اللي هي نكبة كبيرة جدا، فكلموني في باريس كان عندي حفل زينيت وقالوا لي أن هناك حفل بغينا التبرع لأطفال غزة، وقلت ما أنا ما نقدرش لحد ساعة ما نقدرش نغني يعني الآن ما نقدرش نطلع الخشبة ومازال الحزن ديال الأخ ديالي. فالكل قال لي من الأحسن وأولهم الوالدة الله يشفيها ويخليها لي، أنها قالت لي جواد الله يرحمه وجعل البركة في الأخ اللي باقي وجعل البركة في الناس اللي كيحبوك
وبديت كنشوف داك الكم الهائل من الدموع اللي كيبكيو كل الامهات في غزه. بديت نشوف الكم الهائل ديال الحزن اللي حزننا حنا كعرب على الشهداء في غزه. فما ترددتش، وكان اول وقوف لي في الخشبه كانت على الزينيت في باريس، وكانت لاطفال غزه، وكان الرجوع بالاخص يا عادل اذا كنت كتسمع فمحبتكم ديالي كيفاش غادي نعتزل؟ ابدا، فيما كنبغي نعتزل فنشوفكم كتحبوني اكثر فاكيد غنزيد اكثر ان شاء الله. طبعا لانه محبه كبيره وعندك جمهور كبير على طبعا الله يحرمني منهم يا رب.